I come from a thousand miles away where people drink hot tea in a very hot day. This is something I never thought I'd say. مرحبا، أنا يحيى سلمان، مغني، كاتب أغاني ومنتج أغاني، وأني هسه حاليا في أكثر مكان أتواجد به، الاستوديو مالتي المنزلي. بالغناء وبالأصح دخولي إلى عالم الموسيقى في عمر 6-7 سنوات، بحيث تعلمت آلة البيانو في مدرسة الموسيقى والبالية في بغداد. أمي هي اللي كانت هي اللي ألهمتني، هي كانت تغني في بيتنا يومي الصبح، تفتح الفنانة فيروز وتعيد الأغاني مالتها. أكثر أغنية هي نسم علينا الهواء، وظليت أعيدها لحد ما أتقنتها. كانت أول أغنية أنا أتعلمها في عمر 9 سنوات. If love is a word I don't understand, simple sound four letters. مشاركتي بسوبر ستار ألمانيا، أو هنا يسموه دوتشلاند زوختن سوبر ستار DSDS، بسنة 2015 كانت جدا ناجحة. الناس اللي تعرفوا علي، أنا تعرفت على الكثير من الأشخاص اللي يشتغلون بهذا المجال، اكتسبت من خلالها أيضا ثقة أمام الكاميرا، فكانت تجربة جدا لطيفة. أنا بديت أغني باللغة العربية. أتذكر اليوم اللي رجعت بي من المدرسة ويا أخويا، وأخويا طلع سيدي قال هذا جبته من صديقي. السيدي يحتوي على أغاني أمريكية وبريطانية لبوي باندز، لفرق معروفة جدا. يحط أخوي السيدي وأنا ويا نسمع الأغاني. من خلال أول 3-4 أغاني تشوفني أنا منجذبت، من طريقة الغناء، طريقة الرقص مع الغناء، طريقة إنتاج الأغنية وإنتاج الميوزك فيديو. فشي كان جديد بالنسبة لي، جذبني جدا. ظليت من ذاك اليوم أنا أقلدهم، أقلد حركاتهم، أقلد طريقة الغناء مالتهم. شفت نفسي دا أقدر أعبر أكثر وأشعر بالكلمة أكثر. بديت من ذاك اليوم أنا أكتب الأغاني الخاصة بي، ومن كتبتها باللغة الإنجليزية. أهم وأبرز مشاركاتي هي صعودي على مسرح هايغان فيستيفال في مدينة تانهام أمام 30,000 شخص مع إحدى أحسن الفرق في ألمانيا اللي هي نايت لايف باند لسنتين متتاليتين. هايغان فيستيفال يجمع الناس اللي لهذا الحدث المميز، ليقدمون حتى يقدمون تبرعات إلى الناس المحتاجة وللأطفال في المستشفى. I come from a thousand miles away where people drink hot tea in a very hot day. This is something I never thought I'd say. أهم فرصة حصلت عليها هي من خلال مشاركتي في باكنانغشتاسن فيست اللي حصلت عليه من المرتبة الثانية. واحد من الحكام اللي كانوا موجودين في هذا اليوم إجا إلي وانطاني الكارت مالته، من ضمن 40 متسابق متسابقة. اتصلت بي بعد يومين، ومن خلال هذا الاتصال فتحت لي العديد من الأبواب. هذا الشخص اللي انطاني الكارت مالته هو مؤسس فرقة نايت لايف باند، من خلالها أنا صعدت على مسرح هايغان فيستيفال وغنيت وأديت أمام 30,000 شخص. تعلمت من هاي الفرقة ومن هذا الشخص شلون أفوت إلى هذا العالم بمنظار جديد. صعودي على المسرح هو ليس فقط للغناء، وإنما الأداء، التواصل مع الجمهور، إرسال رسالة، الحصول على طاقة، أبعث هاي الطاقة. كذلك تعرفي على العديد من الموسيقيين المحترفين هنا في ألمانيا اللي زادت علاقتي بهم إلى هذا لحد هذا اليوم، وصار بيني وبينهم الحمل المشترك. Every day gets better. ودعمي الأول والأساسي هم يجي من 3 أشخاص، أمي وأبويا بالمرتبة الأولى، عموني من الصفر لحد هسه. الدعم الأساسي رقم 3 هو أخويا، وهو دعم أقدر أقول ب90%. أخويا مثل best friend، يعني مثل صديقي المقرب. هو مخرج يدي يتعلم عمل إخراج في برلين ألمانيا، فنحس إحنا تيم جدا قوي. رسالتي من خلال الغناء إرسال الابتسامة والسعادة والطاقة الإيجابية للحضور اللي جايين. أنا بالنسبة لي المسرح هو مثل بيت، أشعر أنتمي إليه.